الاسباب كومبينيشن راح اكلم يعني ما راح اكلم يعني عباره عن يعني نقول ديفليكشن ابورد باي وان تو كروس كومبلكس فهذا شيء هذا الاسباب كومبينيشن والميكانيزم عرفته انه على سيرك مكنز على كوكب الوسط راح يجي موضوع السوبر فانتيكيلا وتكتيكات هذا شويه موضوع صعب احنا بسنه 18 اضافوا بالسنه وهم ضافوا جابوا لنا بالفورد يعني انا تعجبني شلون يعني هو هو السوبر فانتيكيلا وتكتيكات بيتا فليكس الجنوب هذا من طرف النوع واحد اللي هو وسط الباقي تنوان على لو كنت بروحه بعد هذا السبعة بتشكل التكتيك يعني هي من اسم مثلا خل ترجع السبعة بتشكل يعني مشكلة في فانتيك ولا فوق فوق أكو مشكلة فوق الفانتيك تسوي له التكتيك تسوي له هات شيء فوق منه أنا أحط الهايلايت في أصلاً الكيو اس كومبلكس شلون تعتبر يعني نقول نور نور الكيو اس كومبلكس عندنا نور نور يعني اللي هو لو نورمال حاول لو لا اكو نورمال شيء بس وين صار فوق الفنتيكل يعني سوبر يعني شفنا مثلا اتريال فبريليشن اتريال فبريليشن كل فوق الكيو يعني فوق الفنتيكل فكل شيء قال قال نور اما اذا كان من البيتكا من داخل البيتكا بس راح القاها القاها وايد يعني الكاس كويس القاها كلش وايد ليش؟ اذا من فوق البيتكا يعني اذا الكهربائيه من فوق البيتكا طبت البيتكا فراح تجيب كهربائيه مال القلب الاحتياطيه وتوزع بصوره طبيعيه وبالتالي راح يطلع لك كاس كويس ماشي بس اذا لا اذا كانت المشكله بالفنتيكل نفسه فتستغرق مده اطول عن ممكن تشرب كل الفنتيكل ليش؟ لان ما مرها بالطريقه الصحيحه فعلى طول نستغرق تحليل هاي الاكسس هذا اللي هو اكس اكس شيء مثل الديوريشن فاذا هي اصلا ما طابت بالطريقه الصحيحه نقول القاسات كلها تصعد توصل بسرعه ما توصل بسرعه فانتشارها تكون بطيء فايش البيار؟ البيار وايد اذا فوق الفيرتيكال المشكله ايش هي؟ الجانب والنوم اهم الجانب ليش فوق الفيرتيكال تحت توصل الكهربائيه الفيرتيكال بصوره صحيحه بس عيدها مال وايد مال وايد احنا قلنا اذا كان خلينا نقول اذا كان يعني ماكو مشكله خلينا نقول سانس تطلع من الاسينون صح الاسينون وتوزع بصوره صحيحه قلنا المميزات السراج بالنقطة ثالث نقطة ليش من الأجهزة صورة قليلة وبيت ليش من هنا شتر يعني هنا كلنا من فاس صغير إذا لا ما جت يعني صورة سريعة ليش شو المشكلة لأن المشكلة ما جت بها الطريق وتمشي بالصورة السريعة أما تجي من الطريق الثاني المشكلة موجودة فيها يعني المشكلة من جوا إذا المشكلة من جوا يعني ما جت بالطريق الصحيح فنقول مثلا هنا اكو مشكله فعما تروح لهنا عما تروح لهنا عما تروح لهنا فكل هاي تستغرق وقت فما راح يطلع لك ايش راح يطلع؟ يطلع وقت اذا المشكله وين؟ من اشوف وقت اكو مشكله بالبيت اذا اشوف انا المشكله وين؟ فوق البيت في كلام نوم او في راس كومبلكس يعتبر نوم بعد حسب نوم او اكو مشكله اللي هي فوق البيت يعني المشكله مهمه بالنسبه لي توصل لك الكهربائيه صوره صحيحه. انا بصير ما بجيب كيلو تكتيكات، ايش تتوقع؟ القى نار ولا وايد؟ نار ليش؟ لان هي من فوق يعني جاي يدخل الكهربائيه جاي تدخل الفنتيكو صوره صحيحه بدون اي مشكله. بالفنتيكو شو يصير؟ انا خليت عندي حاله واحده قلت لكم الكون خليته. يقول بيبدا These are usually not complex. Tachycardia, and are characterized by re-entry circuits. How many circuits? Or automatic flow. So, we are focused on the circuit. The situation we are going to take is the first thing. So, we have three of the circuits. Load of re-entry tachycardia. What is it called?
بس الاتريا فنتركلر يعني وين المشكله؟ هنا خلينا بين الاتريا والفنتركلر. النودل يعني اي نود هم مشاركه بالقضيه. رينتري تحكي رينتري اسمها يعني اكسير يعني جاي كلها اكسير بهاي المنطقه ويها اي نود وتسوي تحكي ودرينت ودرينت هاي تفهم 120 و 250 هنا الاي في اذا ما طول الاي في هي مشكله يعني راح تسوي لي بلوك ولا ما راح تسوي لي بلوك؟ سو هي مشكلة يعني فهي اصلا سيرتي تمر بالاي بي شو صار؟ فهنا الاي بي نود مقفول ما يصير ما جاي يسوي فالمشكلة جاي تصير جاي تمر بالفنتكل ايش قد رايك يصير تمر بالفنتكل فلذلك انا عندي تكتيكات هنا معقد الشغل هو راح تلقاها موجودة على راح تلقاها موجودة بالموقع membrane structure module يعني خلناهم بصوره منفصله يعني خلناهم ما نعرف شو يعني خلناها على هالشيء اسمه موضوع رينتري وخلنا رينتري وما نعرف شنو ما نعرف رينتري نفس ما قلت لكم مسلسل كتات مثلا انفورميشن صار رينتري الملتيبل الفلاتر صار رينتري واحد هنا عم جسر بس قلنا رينتر وين يصير؟ بهذا المكان ولا يصير؟ قلت لكم اي سيركت يصير؟ بيها شغل بيها سلو كوندكشن ويا فاست كوندكشن بس هاي الصورة هاي شو تمثل لي هاي الدار؟ هاي تمثل لي الاي بي نوت فهي اصلا نورمال الاي بي نوت فيها شنو؟ فيها جزء بيها جزء فاست وبيها جزء سلو من تجي الكهربائية من فوق هاي جزء سيستمك الكهربائية راح تروح هنا بصورة بطيئة راح تروح هنا بصورة سريعة هاي راح تسبقها وتدافع عليها فإشارة كهربائية إشارة كهربائية تلف تلفيها ومن هنا تطلع البوت يعني نورمال انها من تجي للايمنج بوت تجي الكهربائية الطب الفاست وتعمل والفاست يسد شنو؟ يسد يسد بسلو فجت الكهربائي عرفت الفنتكل وسدت لها الكهربائي ما عرفت السالفه المشكله وين تصير؟ المشكله تصير لانه هاي عباره عن تجيني اكتوبت بي يعني غرفه هاجره يعني الاتريوم يعني مو بوقت يصير يعني الاس اي مو بوقت تجيني مثلا تجيها الكهربائي او جزء من الاتريا مو بوقت الكهربائيه هاي الكهربائيه راح تجي راح تقرب للشم بس بدون ما تشوفون هنا لنا بالبدايه المنطقه هاي جت من الاتريا بي واي فاي بي واي هاي الكهربائيه مالتها عرضت لنا راح تلبس سدت لي هذا السكور هنا صارت ابن الدكتور خلينا نقول خطبت القضيه شلون خطبت القضيه؟ هذا الفاست الوعي هذا هو من اسمه فاست الواحد السريع يتعب بسرعه ولا ما يتعب بسرعه؟ يتعب بسرعه فهذا هذا الطريق من استخدمه الى كل ثانيه يستراح فيها احنا نسميه ريفاكتور الريفاكتور يعني عاده دكتور مصر يعني الشنلات للصوديوم من الفتحه تكون يرجع للسيل ما يظلوا مفتوحات فهاي ياخذ وقت فالجزء السريع من يقوم بشغله يتعب فياخذ له وقت يستراح هذا الوقت بانه انا عند الطريق وبطني ما في شيء فمن تجيني هاي خلينا نقول الاشاره ما اريدها راح تدخل بالطريق السريع بالطريق البطيء عبر بالطريق البطيء راح بالطريق السريع راجع وقاتل البيت فخطط خطط الامور فالطريق السريع استلم مني راح تصير دور فالسريع يطول البطيء، البطيء يمشي اما استراح السريع عطته مره ثانيه فصار شنو عندي؟ دور واحد احنا النوم قلنا شنو النوم؟ عندي بالهيدي نوم عندي فاست وعندي سلو
نورمالي تجي الاشاره من الاسيلوز عبر الهيومن دخلت في الايكو تلقى عنده طريق طريق سريع طريق بطيء الطريق السريع ياخذ الافضليه يروح بسرعه يوصل للبنفسه بنفس الوقت يرجع على الطريق السريع على الطريق البطيء يسد يعني اشاره كهرباء تلف متعاكسه هاي نوعين بحيث يجي بالسريع يروح يسده يروح للبيت الدور وامور حلوه اجتني يعني خلينا نقول اشاره كهربائيه مو بوقت دخلت الباب السريع بعد جاي استراح بعد تعبان وين راح تروح؟ بالطريق البطيء ودي للبيت الدور والمهم دخل بالطريق السريع بهاي المده سمين الطريق السريع ايش بيه؟ استراح من استراح خلى من هاي الاشاره وداه مرة ثانية وهذا من الثالثة وقت استراح مرة ثانية خالد منه وإتشي بعد يعني صرف المشروع هاي الساحة وميدان واحد يسلم الكارت الثاني واحد يسلم الكارت الثاني وبصورة مستمرة يستراح هذا يرجع هذا مرة ثانية يسلم الكهربائية تفتح يستراح مرة ثانية يسلم الكهربائية وهكذا هاي الساحة تنتج أكثر سد عبارة عن دارة كهربائية بسبب شو راح تسوي؟ دارة كهربائية مو وقت يعني مو وقت مثالي اللي هو مثلا 60 إلى 100 وقت زيادة يعني 120 تقريبا إلى 250 فشو راح يصير عندي؟ تكيك أوت ليش أنا صاحب سيركت بداخل هذا المكان؟ عبارة عن هي شو عن شو حاطط له مال دارة كهربائية مستمرة موجودة بهذا المكان 24 ساعة بس ما اتوقع هذا الاكسجين تقول بي وايت ما راح اقول بي وايت ايش راح نقول؟ ماكو بي وايت شنو؟ تكي لو بدا تكي كاف بس ليش دارة صعبة فمن اسمه سوبر فيكيولار تكي كاف يعني ما جاء يطلع من الاسين وقت وجاء صار عندي تكي كاف فايش راح اتوقع هذا الاكسجين؟ ما راح اقول بي وايت وراح اقول تكي كاف نور كومبلكس ولا وايت كومبلكس؟ نور ليش؟ مشكلة وايت كومبلكس بس هذا الـ ECG كان ايش اقرا عن البداية؟ من النظرة الأولى تقريبا شو شنو الرايت؟ وايد مين الحين؟ فالتكيكا اجي ادور على الدول كنا ليد تو تقريبا طلعت كل الطاقات جاي اجي وايد ما هو هاي العلم هاي تي كيو اس كومبلكس هنا اجي اكو تي اي بس تي ادور على كل ادور على بي واي برايم عباره عن كيو اس كومبلكس تو كيو اس كومبلكس تو نيجي واحد يبالي سؤال ايش معنى ما اعتبر هاي البي واي شلون افرق التي واي مستحيل تكتب ليش تكتب يعني الا الهاردوير لان هو عباره عن بنت فهاي شنو فرقها يعني اي كيو ار اس كومبلكس انت بسطة على اذن هاي تي اذا ما موجودات حق تي اصغر ليش؟ لان تي ويب مستحيل تكتب البي ويب فيها مجال اخذها يعني بس التي ويب اذا وقف بعد فتره كمان يسوي لك بولاريزيشن فانت تكتب فهنا اجا كيو ار اس كومبلكس نو كومبلكس وما يدري بي ويب هو اجا يعني تكتب بس تقول لي سي ايش مشان سهل ما اقدر اقول ليش تبي ما اسال تكي كارتيا مو مطلوب كنا ما نقول يقول تكي كارتيا هذا بس اقول لك الزبره بالفكره تكي كارتيا بس هذا الشرح كميكانيزم هذا موجود يعني خلينا نقول حتى ما فهمتوا 100% بس يكون فكره عنكم ليش البي واي ما موجود ليش صار تكي كارتيا ليش اسمها ري انتري واقع؟ اكو احد سؤال لك تبينا عن ذني المواضيع؟ تي واي كوشي مثلا موجود هاي تي واي هنا تي واي ما تروح تي واي بشوف تروح الا انه تصير انجل لو تصير انجل لو تصير سباي لو مني يصير بلاك لاين ما تروح تي واي ما تكتب فالمحتاج هنا البي واي واخذتك الكاميرا وهنا كومبلكس اذا بدنا نشوف الثلاثه 100% هي شنو؟ سبعه بتفكر تكنيكال بغض النظر عن اكو عنوان
اكو انواع ثانيه تمر بيكم اسمها وولف وايت باركنسون سيلفر او وولف باركنسون وايت سيلفر. هنا شو راح يصير عندي؟ عباره عن فايبر امس ما تبادر بايكم سوال بينهم الكهربائي ايش ما تاخذ منها؟ شو ما تاخذ منها؟ ايش من الاسينوت شو عن طريق البندل اوف الاسراء عن طريق البندل اوف الاسراء اسمع الفرق ممكن ما تكبر ليش تكبر؟ لان اكو فاصل بينهم اللي هو شنو هذا؟ شو يسمونه؟ اكشلي هو بنتركي لها سيبتر هاي مين اسمه؟ فايبر ستيشن فايبر سبين فايبر فايبر عازل فتيجي لنا كهرباء كلها عازله وين تنزل؟ بالايدينوت المنتقى اكو باثولوجي اللي هو يعني كمل ورا هذا كونجنتال يجي واحد للدنيا عنده عندنا فايل مفتوح يسموه له كينج فايل فكينج يعبر بانه عبر من فوق فشنو؟ هاي من السيرفر متركلة تكنيكال ليش؟ لان اكو سفايفر ثاني كمل الدار فهم تصير دار هم تصير سريعة ليش؟ لان اكو فايل هذا حق فايل بس انا اعطيكم الكومن اللي هي جايتكم اعتقد الشاحنه اللي هي شو اسمها؟ اكسلو فنتريكولا نودا رينتري تكيكارديا هي الاسم يعني اسمها اكسلو فنتريكولا نودا رينتري تكيكارديا اللي هي موسكو تكيكارديا بس هو فنتريكولا تكيكارديا السؤال هنا صح ايش خلنا؟ خلنا بالبدايه صح بس الفيسيولوجي تقريبا كنا لاني مو خطرات هو عادي خذنا الاتريال وفلتر الاتريال فيبريليشن وسيرفايس وجيم شو عملنا؟ سؤال هنا زين انا اسئله اكو بينهم هسه احنا بالسانس تفكرني قلنا اذا واحد عنده سانس تفكرني هذا المانجر اذا فوق ال 100 من اسوي الجرات المباشره تحل المشكله فبدل خلناها تحل المشكله انا من اسوي ديجنوز سيميليشن شو يسوي؟ قلنا بالانس ديفرنت وين يروح هذا البالانس ديفرنت؟ فمو من اسمه بالانس ديفرنت يقول هذا هو شلون جاي يخلي هذا يروح هذا اللي يقول اذا سوي لي بلوك يعني اذا عشان البلوك واحد يسوي لي اثنين اذا عشان اثنين يسوي لي اربعه فاذا اجي واحد اجي اوف ريليشن اجي القى ثالث مالته 150 بس اسوي له ثلاث مسارات راح ينزل ليش؟ لان الاي بلوك زادت اجي واحد اتريال بلتر الا مرات بلوك 150 فاسوي لها مسار يصير اربع بلوكات فايش راح يصير؟ خمسه زائد وكذلك سر الله بنتين كلها قلنا الحكي موجود الاي بلوك مشتركه بالطبيعه فمن اسوي مسارتها مرات راح تنزل اللي هاي راح تفرق بس راح نجي الفنتيكولر تكتب او بي اف فنتيكولر فيبريشن ايش ما اسوي مسار الاستقرار؟ ليش؟ لان المشكله شنو؟ جوال الاي بي نود يعني الاي يبقى يشتغل بس يحتاج سيجنال عامد يعني حفز يسوي بلوك اكثر. خلينا نقول ليه يعني في شيء حفز على الدس له حراسه اخر سؤال هسه الناس فيرتيكولا الفير افضل واحد فيهم فالفكرة فيبريليشن شنو تعريفها؟ الفيبريليشن بمناسبة الاتجاه يقول ذا فنتركل وايبرز انستيد اوف كونتراكشن يعني ما بتمشي يشوف يعني بشنو بعد؟ بعد ما بتكلم الجسم يعني اذا حطيت على الباص القى باص ما القى باص ليش؟ لان الفنتركل ما جاي يسوي فيقولون 90 ثانية اذا ما راجع لسانه صفر ما راجع حتى باص يوجوالي انت مجال من 1 دقيقة الى 2 دقيقة وراح الديث نقول يعني كلش نسبته كلش عاليه انت 1 الى 2 دقيقة كلها دخلت بس اذا 90 ثانية ما دخلت ما رجع حق ثاني سجن فالديث واحد شو اسوي للبي اس؟ اذا صار واحد جمعت البي ال اس وقع واحد وما قدر باص ما عندي سيريا قبل العمليات عملت التنظيم السياسي
I don't know.
مو مرتب ولا تكلم. قال ما يمشي ولا ويا راح. هذا عبارة عن تكنيك ولا هواي شو بس تعطوني المستشفى. يزمون الـ ECG لأن النصف يكون احنا اكل الوحده يقول اول مره شيء يجي ذاك الجامع اتيلو فلتر كشكل لو اتيلو فلتر ليش؟ الفلتر مقرنين بانه اقوى يعني خلينا نقول اقوى سيركت ريجولار فشي يشوفون في شيء حلو يعني اسمهم اشاره فلتر اما الفلتر فلتر يكون في شيء يعني فيرتفع كل شيء يعني هذا عباره عن شيء كلش مخبط وجاي كلاس كومبلكس يعني دور هاي عبارة عن ذات كل شيء، أما يعني الجو ما يحط على صدره، أما يتحرك، أما ستريس البيشنت. فالـ ECG ما أقول ذات كل شيء ما راح يحطها، هي موجودة بالوعي، بس ما جاي أعطاها بصورة صحيحة لأن ذات كل شيء. شلون نعرفها؟ بس إحنا بدينا شنو؟ ما هو بالوعي، بس كل شيء طبيعي. قلنا لا هو تكيكارديا، لا هو راديكارديا، نورمال يعني نورمال رايت. ما تمشي ولا أي واحدة والكيو ار اس كومبلكس يعني نورمال وهذا الشكل هاي الخربطه ماكو ديزيز شو يسوي شو خربطه شو كل شيء فتشيك شو يسوي بهذا البيس فهذا شنو هذا هذا تكنيك ولا لا كل شيء يعني هسه لا تعرفون يعني بالمستشفى وايد انا يعني الاي سي جي كنت اسوي الاقويه وكل ما اسوي اقدر اتعدى بعدين قبل كم يوم كان الدكتور صبراني يعني نبهنا بانه تكنيكال موجوده بين ايزي وما تكنيكال وهي يشوفون بس اشياء هسه كملنا البارت الاول اللي هو الاريثمتيك ياخذون ريست؟ ريست اكو موضوع الدي سي شو فالمعنى الدي سي شوك احنا شنو نجي؟ اذا لقينا اي اتيرال فيبريليشن او اتيرال فلتر او في اف اتيرال فلتر مثلا الهارت ريت كلش ما في فاحنا اول اذا اكيوت الحاله اول شيء يجي الكمينيزم هو الدي سي شوك الدي سي شوك عباره عن شنو؟ شهاد السن الكهربائي جدا رجع كهربائي جدا شو بدي اسوي دي سي شو شو ما اسوي انا الحالات اللي كنت اللي هي مثل الفي اف هاي الفي اف 100% اسوي لها شنو دي سي شو لان هي اكيوت الاي اف احتمال بها كرونيك اي اف احتمال بها اكيوت اي اف الكرونيك اي اف اقدر اسوي لها دي سي شو جاي اسوي ليش؟ خضره موجود احتمال من اضربه راح اوقع الخضره وصراحه